السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم متابعينا آه تعالوا نتكلم عن أهمية التغذية في مجال الدواجن وإزاي نحصل على أعلى معدل نمو وأفضل وزن للتتويج طبعا للحصول على أعلى معدل للنمو وأفضل معامل تحويل غذائي يجب أن يتوفر كتكوت ذو تركيب وراثي جيد طبعا بالإضافة إلى ذلك توفر ظروف بيئية مناسبة تتيح لهذا التركيب الوراثي أن يعبر عن نفسه في طورة إنتاج لحم جيد والظروف البيئية المناسبة تتمثل في الرعاية المناسبة ومن أهم الظروف البيئية هي التغذية التي يجب أن توفر للكتاكيت احتياجاتها من البروتين والطاقة والأحماض الأمينية الأساسية والأحماض الدهنية الأساسية والفيتامينات والأملاح المعدنية كما أن تكون النسبة بين الطاقة إلى البروتين متزنة. رعاية البداري في فترات الإجهاد الحراري. أول حاجة يجب تجنب زيادة نسبة البروتين وده نظرا لارتفاع الطاقة الحرارية الناتجة عن هضمه وتمثيله. ثاني أه حاجة زيادة معدلات الدهون الحيوانية أو النباتية بغرض زيادة طاقة العلف. دون زيادة الطاقة الناتجة عن هضمه وتمثيله ثالث حاجه استخدام معدلات كافيه من الاحماض الامينيه سريعة الانتطاط الحاجه الرابعه زياده معدلات اضافه الفيتامينات الى علف الطيور الحاجه الخامسه اضافه بيكربونات الصوديوم بمعدل حتى 25 كيلو لكل طن علف حيث تساعد على المحافظه على درجه حموضه الدم الحاجه الثالثه استخدام حمض التلتلك اللي هو الاسبرين وده بمعدل 3 من عشرة جرام لكل لتر من مياه الشرب وده بيساعد على تقليل تأثير الاجهاد الحراري خاصة عند زيادة حالات هبوط القلب طيب بالنسبة للمياه يجب أن تكون المياه المقدمة للطيور نظيفة وخالية من المسببات المرضية وكذلك ألا تحتوي على نسبة مرتفعة من الأملاح يجب توفر المياه امام الطيور باستمرار وبكميات وفيره معدل استهلاك المياه يزداد بزياده درجه الحراره حيث تزداد احتياجات الطيور من المياه بمعدل 6.5% نتيجه زياده الحراره درجه واحده بعد درجه واحد 21 درجه مئويه يجب وضع برنامج جيد لتطهير المياه وذلك باستخدام الكلور او اليود في الماء للمحافظه على نظافه المياه يجب مراقبة معدل استهلاك المياه بنفس أهمية استهلاك العلف، حيث أن أي خلل في إحداهما يؤثر على الآخر بدرجة كبيرة جدا. متوسط الأوزان ومعدل التحويل الغذائي. متوسط الوزن ومعدل التحويل الغذائي لأي طائر لا يتحكم فيه سلالة الطائر فقط، ولكن يتحكم فيه بطريقة رئيسية العوامل الآتية: أول حاجة طريقة الرعاية. من حيث درجه الحراره ودرجه الرطوبه وتهويه العنبر واضاءه العنبر وانتظام العماله بالعنبر وذلك بوجود عماله ماهره من عدمه عدم ادعاج الكتاكيت حاله الفرشه توفير الغذاء امام الكتاكيت وتوديعها توديع جيد ثاني حاجه نوع العليقه وجودتها وتوفيرها لاحتياجات الطائر طبقا للعمر الحاجه الثالثه حالة الطائر الصحية وعدم إصابته بالأمراض ده كان موضوعنا النهاردة بالنسبة للتغذية في النهاية بشكركم لحسن المتابعة لو عجبك الفيديو دوس لايك وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته